انا صاحي من زمان جدا، بس الساعه دلوقتي 4. كنت بمنتج الفيديو اللي انتوا شفتوه تقريبا من امبارح. فين الجزمه؟ Where is my shoe؟ النهارده يوم مميز جدا ان شاء الله، عشان انا هقابل واحد من الناس الملهمه جدا بالنسبه لي. فين الجزمه يا جدعان؟ في منكم يعرفه وفي منكم ما يعرفوش، اتكلمت عليه كتير قبل كده، واللي يعرفه منكم هيبقى عارف هو مهم ازاي بالنسبه لي. السيد، ياب ان شاء الله. اهلا. السلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ بقول لك ايه، عارف انا رايح اقابل مين دلوقتي؟ خمن. السيد هو بجد والله. لا جرافيتي يا عم، هي بتاعت اصلا الناس اللي بيعملوا الزباله وبيشيلوا الزباله وكده. ايوه، هو كان فكرته اصلا، انت عارف المباني مترصصه ازاي وكده، ما بتبانش غير لما بتبعد كويس الصوره كلها على بعض. هو كان هدفه ان انت ايه، ما تحكمش على حد من قريب. سلام. انت فين الاوكرا يا ابني بتاعت ماشي. Sorry for disturbance. It is kind from you. Thank you. ماشي. بس ده كان واحد راكن قدام البيت، فانا كتبت له رسالة، يعني قلت له لو سمحت ما تركنش هنا وبتاع. وانا كنت قابلته قبل كده، كان جه مصر من حوالي يمكن سنتين تقريبا، حاجه زي كده. فدي مش اول مره اقابله يعني، بس متحمس جدا ان شاء الله، ومبسوط ان انا هقابل حد من الناس اللي انا يعني بحترم شغلها، وبحترم الخلفيه بتاعتها، وبحترم الفيو بتاعته عموما. يعني هاخد له هديه ان شاء الله. اهلا. بنحب نشارك جمهورنا كل حاجه. شفتش جزمه سودا جوه؟ مش لاقي جزمتي. سلام. جيت عشان اخد مراتي وصلينا، وانا طالب دلوقتي ان شاء الله. وصلنا. هو الحوار هيبقى حاجه زي جاليري شو مثلا، او حاجه زي كده، بيعرض فيه اعمال وما الى ذلك. السلام عليكم. الدور الرابع او البتوع دول كل واحدة فيهم تعتبر عمارة من المباني اللي هو كان رسم عليها. كل بقى المكان عبارة عن لوحات متفرقة، وكأنها هي المباني اللي هو كان رسم عليها. أنا لسه مشفتوش يعني، هو فين بس تقريبا. اكتشفت ان هو ما بيستخدمش فرشة واحدة عشان يعمل الخط كله، يعني هو بيعمل ده خط وده خط، وبعد كده بيلون بينهم. انا كنت فاكر ان هي فرشة كاملة بيروح عامل بيها الحوار ده. الصياعة بقى في الحاجات اللي انت مش مركز فيها، يعني مثلا الخطوط دي، الظل في ظل خفيف قوي كده،
هنا كده، هتيجي تبص عليها كلها يعني حاجات كتير جوه مش باينه بس موجوده، فاهم؟ والقطعات دي كمان قطعها بعد الملون دي عجباني جدا. ابو عطا هو مسمي كل واحده من اللوح دي غالبا باسم البيت اللي هو كان راسم عليه، يعني اللي ورايا دي اسمها ماريو واحد وماريو اتنين، هما دول لوحتين. ده واحد من الناس اللي هو كان رسم على بيته، في ناس كتير منهم جم هنا، ناس لابسه جلاليب وبتاع جامد قوي. I'm very happy to see you. Voilà, la caméra. Oui, oui. Franchement, c'est une des choses. Là, faut la voir. C'est un monument. Moi, je comprends même pas pourquoi le Caire ne communique pas sur ça. De vrai. Je fais ma hack. بيعملها هي نوع الدهان بينور لما بيتسلط عليه بلاك لايت عشان يضيف بعد تاني للحوار ان شاء الله. دي بقى الحاجات اللي ايه تبقى غالية قوي من غير اي لازمة خالص، ده هو انا كنت برسم كده في رابعة ابتدائي مش فاهم يعني ده بيحج ده ولا ايه التعبان اللي حواليه ده، انا معرفش. وايه دي؟ انا لو رسمت حاجة زي ايه دي ارمي الورقة بس. تقول لي 5 سبسكرايبرز وابقى 18000 وحيد بقى. Alhamdulillah. كله كويس؟ Yeah, Alhamdulillah. So I saw the cam, but I didn't recognize you. With the cam, I said, hey, this is a professional guy. So how is your brand? How are you still working on it? Alhamdulillah. Very, very good. I was very curious. So what happened about the brand? Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm very happy that it's working. Alhamdulillah. Very, very happy. Thanks for meeting you. Did you meet with Fauzi? I did, yeah, but he's busy. He's running around. I can't talk to him. لما تبقى حاسس ان انت intimidated من حد، يعني ايه intimidated؟ يعني حاسس ان هو احسن منك، حاسس ان هو محقق حاجة انت نفسك تحققها، حاسس ان هو وصل لمرحلة انت نفسك توصل لها في يوم من الايام. لما تبقى حاسس كده تجاه حد لازم تقرب منه جدا، ولازم تعرف هو ليه احسن منك، هو انت ليه حاسس الاحساس ده، هل هو واصل للحاجة اللي هو وصل لها دي عشان هو عنده سكيلز، ولا عنده ماركتينج سكيلز، ولا علشان بيتنازل عن حاجات فبالتالي هو مشهور، وهل انت اصلا عايز تبقى زيه علشان هو مشهور، ولا انت المنتج فعلا اللي هو بيعمله ده انت عايز تعمل زيه؟ فهو ده اللي انا بعمله، لان السيد يعتبر من الناس القليلة جدا جدا في الحياة اللي انا حاسس ان هو بيحسسني بالاحساس ده، بيحسسني بالانتميديشن ده، بيحسسني ان انا عايز ابقى زيه. طب هو عامل كده ليه اصلا؟ طب هو بيعمل كده ازاي؟ طب هل انا عايز اعمل اللي هو بيعمله ده ولا لا؟ طب هل انا اقدر ولا لا؟ وفي الاخر اللي انا بعتقده يعني ان معظم الناس اصلا يعني كل ما بتقرب منها بتلاقي عيوب وتلاقي مشاكل وبتحس ان ايه الانبهار الزايد ما بيبقاش للدرجه دي. ده اللي انا بعتقده على الاقل، يعني ده اللي انا بكون متاكد منه اكتر واكتر لما بلاقي حد بيجي يسلم عليا ومش عارف ايه وانا مبسوط جدا وبيسلم عليا بحرقه ومش عارف ايه، وعايز اقول له يا عم انت ما تعرفش اللي فيها. بس في شك يعني ان هو محقق حاجه قويه جدا ان شاء الله يعني. طب how are things different from the last time we met? Yeah, definitely. Because of the impact of the work. Because on the time when we meet you, I mean, we came, we don't have money, we just have idea. So we tried to do something just by the power of heart. After that, so we received so many email of people say, how we can help. Kalimnia, if you are here, then I'm Zamalik.
Mahmoud. No, but you, when you check like the weather, you go like 20 بالليل. That's very cold. زوجتك. Yes. مبروك. Fauzi. He's like, who's Fauzi? I'm like, this guy. Like, what's the scene? Thank you, man. Appreciate it. Yeah, I wanted to hang out with you, but we're gonna go to the Supreme, I think. Habibi. I'm gonna leave. Next time we're coming, just for today. Wahid. Bro. Thanks, bro. Habibi. Thank you. Everybody's Ahsan Ness. All right, bro. Salaam alaikum.